ايد النعمه بتعمل احلى شغل دلوقتي واحلى اكل موجود في الاكيد. رابع واخواتها واقفين مع امهم صغرهم علشان يعملوا مشروعهم ويتاكدوا يبداوا يعرفوا نفسهم بنفسهم محتاجين اي مساعده من اي حد. شغالين الله اكبر ما شاء الله عليهم بيعملوا احسن اكل موجود. احنا شغالين هنا احنا خمس اخوات اصلا. ماما عاشت عمرها كله شقيان علينا، بابا توفى واحنا صغيرين وعشنا حياتنا، كان حلمنا ان احنا نفتح المطعم فتحناه الحمد لله يعني ربنا وفقنا. بتقدموا هنا هنا ايه بقى في المطعم؟ احنا عندنا اكلاتنا برجر وفراخ مشويه وكفته مشويه وحواوشي وفي شيش طبعا وبق ومشوي وفي بسطات، كل انواع البسطات موجوده وفي اكلات كتيره يعني حلوه. الصعب شويه ان يعني البنت تقعد في الشارع وتفتح المطعم مثلا، واكيد واجهه صعوبات او في كمان واجهه صعوبات كتير. اكيد في صعوبات بس برضه دايما في ناس وحشه في ناس كويسه. انا حسب المنطقه هنا كويسين ناس كويسه. الزبائن الحمد لله ربنا بيوعدني الزبائن كويسه يعني ما فيش حاجه وحشه قدمتني لغايه دلوقتي. مين بقى اكتر ناس عندك؟ اهلي طبعا. اشتغلتي قبل كده ولا جيتي اول شغلانه ليكي؟ لا انا طول عمري شغاله وانا صغيره. شغاله 12 سنه. اشتغلت في حاجات كتيره، اشتغلت في مجال الخياطه ومجال السياحه واشتغلت كمان في مجال العصاير وشركه فريش يعني ستاربكس، اشتغلت في اماكن كتير. وعندك بقى خبره في انواع الاكل مختلفه عن الشغلانه دي؟ عندي. ايه افضل اكل او افضل حاجه بتعملها؟ بكلام الناس انا مش هقدر اشرح نفسي، بس حتى الاكل كله زي بعض كله مفضل. البرجر بتاعي كويس، الفراخ كويسه يعني عندي الوجبه بتطلب مني كتير لبتوع الجيمات وكده، عندي البرجر برده شغال معايا كويس والكل الحمد لله كويسه. قلت لي ان في وجبه عندكم هنا انتم مميزين بيها كده. اللي هي الصدور. ليه؟ الصدور صدور المشايه ودي هنعملها مع بعض دلوقتي وهتشوف. والبطاطس دي بقى سعرها كام؟ ده الجاكيت دوت عامل 15 جنيه. تشتري الاكياس جاهزه و هو بيبقى عامل 15. وطبعا عندنا بقى زباين. بس هو اوردر كله تقدر هو ناس جنبنا اصلا مش اول مره يجي على طول معانا ونورنا كتير. قدرت ان انت تقف في الفندق دلوقتي الحمد لله. انا ما كنتش اعرف ان انا هوصل اصلا ان انا كده دلوقتي، يعني من ساعه ما فتحت المطعم ما كنتش اعرف ان انا كنت متخيله ان انا هوصل للمكان اللي انا فيه. قولينا بقى الوجبه كنت بتقولي وجبه اتعمل ازاي وايه سر الوجبه؟ التكتيل انا اللي بتعملها وبعملها، هي الصدور فراخ وانا هوريها لك دلوقتي حالا هنعملها ازاي بالمكونات دي. طب يا رب ايه اللي يخلي بنت تنزل يعني تشتغل؟ هي اكيد طبعا كل بنت عايزه تطلب نفسها وتشتغل وتفتح مشروعها، بس ايه اللي خلاك ايه السبب اللي خليكي تنزل؟ اللي خلاني انا طول عمري اصلا بقى حلمي انا كان نفسي ابقى صاحبة مطعم. ومامتك موجودة معاكي وانتوا موجودين مع بعض في البيت؟ ماما واخواتي انا دايما اخواتي بيشجعوني كتير قوي. وباباك يعني موجود تعبان ولا ايه؟ لا بابايا توفي بقى 19 سنة. ربنا يرحمه. بقى له كام سنة؟ 19 سنة. وانتوا مبتدئين مسؤولين؟ طول عمرنا كنا لاقيين هنا في ظهر بابا، وبعد كده لما بابا توفى برضه احنا كنا بنشتغل وخلصنا على عيال، لان احنا شفنا حاجات كتير قوي في عيال. كان عنده سكر وامراض كتير قوي. والحمد لله ربنا. مامتك بقى تعبت معاك كتير؟ ماما شغلت كتير جدا جدا وتعبت كتير قوي وتعبانه ملوش وقت لغايه دلوقتي، هي تعبانه هي مفتوحه كده فرانه طول الليل وتقعد تعيط وتدعيلنا بدموع عينيها، ربنا يكرمنا ونبقى حلوه. بس اكيد دلوقتي بعد ما فتحتوا المشروع والدنيا بقت انت شويه بقى فيه راحه. الحمد لله طبعا.